بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد، بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السباتية. عيان الشخير ده عيان كل الأنف والأذن. أنا ببقى عارف إن العيان ده هيخش يقول لي أنا عندي مشكلة شخير وعندي مشكلة توقف في النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب، فترات تغيير الفصول دي فترات كارثية، بينام ومش قادر يتنفس. أهلا بيك في عالم الجيوب الأنفية. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. موضوع الشخير ده موضوع مهم جدا يا جماعه، جدا. في دراسه يعني انا لازم اكلمكم عنها لانها دراسه خطيره جدا، دراسه امريكيه ويعني مخيفه الحقيقه، مخيفه مش قادر اقول اكتر من كده. بتقول ايه الدراسه دي؟ بتقول انه الجمجمه بتاعه الناس اللي بتشخروا انحف وفيها حاله من التاكل لما درسوها أكتر من الناس اللي ما بيشخروش. إيه ده الخيبة السوداء؟ فلو إنه تأكل الجمجمة في حالات الشخير بيصل إلى تقريباً 1.23% من الملي، تمام؟ يعني 1 ملي و23، 1.3 ملي، تمام؟ طبعاً ربطوا ربط وثيق، ما هو تأكل الجمجمة ده أكيد هيؤدي إلى مشاكل مخية، فربطوا ربط وثيق بين الشخير وظهور أعراض تشبه مرض الألزهايمر، مرض ألزهايمر ديزيز، يبقى ربطوا بين الاثنين يعني. وكمان ربطوا بين الشخير وبين السكتة الدماغية، دي شيء مخيف جدا، ربطوا بين الشخير وبين الغيبوبة. الكتاب أو الدراسة اللي اتعملت دي، لأنها دراسة كبيرة خالص يعني مثلا انا يعني عدد صفحات الدراسه وصل لحوالي 400 ورقه، ريك نيلسون هو كاتب هذه الدراسه، قال ان انقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم قد يساهم بشكل ميكانيكي في تطور الاضطرابات المتعلقه بنحافه الجمجمه، سمك الجمجمه بيتاثر. وربط بقى زي ما قلت لكم بين الشخير وبين كل واحده من الحاجات اللي احنا قلناها زي السكته الدماغيه والغيبوبه والى اخره. فحاجه مخيفه النهارده، ولذلك أول سؤال هيكون في هذا الحال المخيف، كأن الشخير ده بقى موسيقى تعبيرية رعبية كده، حاجة مخيفة قوي. بقى ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم. أهلا بيك يا دكتور هشام إبراهيم، نورنا. أهلا يا دكتور أيمن بيك، أهلا. أنا بدأت بكلام مرعب خالص جدا. أكيد بس حقيقة. معايا النهارده ضيف عزيز عليا طبعا، يعني اسم يعني يسعدني ان هو يكون معانا النهارده، الاستاذ محمد اسماعيل. اهلا بيك يا استاذ محمد. واستاذ محمد حاله من حالات الدكتور هشام، وله قصه مهمه قوي، وزوجته الاستاذه دعاء حسن. اهلا بيك يا استاذ دعاء، منورنا. بس قبل ما اروح لكم ونسمع قصتكم بالتفصيل، لازم اسال الدكتور هشام، ايه رايك في الكلام طبعا ده كلام محترم جدا، وده ان دل فانما يدل على اهميه الشخير وخطوره الشخير، وان احنا الحقيقه لازم النهارده موضوع الشخير ده نديله الاهميه، واحنا الحقيقه بنديله اهميه بقالنا 20 30 سنه، ولكن نحمد ربنا ان بدا يعني يؤتي ثماره اليومين دول اخيرا. شوف حضرتك، طبعا موضوع الشخير والغيبوبه ده موضوع في منتهى الخطوره، والشخير سواء كان صوت عالي او كان صوت بيصاحبه توقف نفس وخنقه، قولا واحدا ان اللي عنده شخير ياخد باله، ونولع له كده يعني لمبه حمراء، خد بالك واصحى
عشان انت داخل على مشاكل. لان الشخير زي ما احنا قلنا قبل كده، الشخير ده موضوع دايناميك، يعني متحرك ومتغير. يعني النهارده العيان اللي عنده الشخير وبيطلع صوت، بعد شهر اتنين سنه الصوت هيعلى، سنه تاني هيتحول من صوت عالي لخنقه، من خنقه لشرقه، من شرقه لغيبوبه، غيبوبه لا قدر الله بعد كده بيخش في موت. وده حالات ريكوردد وكل الناس عارفه كده، والكلام ده ما فيهوش هزار وما فيهوش تهريج، خلاص الكلام ده خلاص بقى دوكيومنتد. النهارده احنا بنقول موضوع الشخير والغيبوبه لازم ناخد بالنا منه جدا، لان النهارده الغيبوبه يعني قله اكسجين. كلمه قله الاكسجين النهارده وتاثيرها على المخ بقى تاثير مخيف. النهارده العيان بينام وهو قاعد، بينام وهو سايق، بينام في كل حته بسبب قله الاكسجين اللي ممكن توصل لكل حته في جسمه. النهارده قله الاكسجين النهارده بتعمل اعراض كتير جدا، والنهارده كثيرا من العيانين بيشتكي من اعراض كتير جدا وبيروح لدكاتره كتير جدا. حاجه غريب ليه؟ النهارده عيان الشخير حضرتك بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من قله اكسجين بتوصل للمخ، فبيضطر يبقى عنده زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، عنده نوع من انواع النسيان، بيحصل له الزهايمر، بيبتدي هيروح لمين؟ هيروح دكتور مخ واعصاب. لكن موضوع الشخير زي ما نقول كثير الشكوى، كثير الاطباء، كل العيانين بتوع الشخير قبل ما بيجوا لي في اخر مرحله بيكون عدى على 10 تخصصات. النهارده عيان الشخير والخنقه وتوقف النفس بيحصل مشاكل في الصدر، يروح لعيان صدريه دكتور صدر، بيحصل مشاكل في المعده نتيجه نزول السائل من الحلق ومن اللوز والكلام ده على المعده، يحصل له مشاكل ارتجاع مريء، يروح لدكتور مناظير يعمل له منظار. يحصل له مشاكل في كل حته في جسمه وتعب وهمدان وفي عظم، يروح لدكتور عظام. يروح ابتدي يحصل له مشاكل في الكلى من الصديد ومن الالتهابات، يروح لدكتور كلى. اقول لحضرتك بقى اكتر من كده، وفي الاخر بيروح لدكتور انف واذن. وبعد حتى لما بيروح لدكتور انف واذن للاسف الشديد، لان النهارده احنا تخصص الشخير بقى تخصص دقيق جدا جوه الانف والاذن، اخيرا العيان بيجي لنا في التخصص بتاعنا تخصص الشخير. فشوف حضرتك السلسله اللي قبليه، عيان اشتكى بقد ايه وراح لكميه دكاتره قد ايه بسبب موضوع الشخير، وكل ده ممكن يؤدي الى غيبوبه وموت في لحظات. ربنا يحفظ الناس. استاذ محمد احكي لي بقى قصتك مع، انت مدرس لغه عربيه. نعم. طب احكي لي بقى قصه بتنزل. اولا بشكر حضرتك يا دكتور والبرنامج الكريم ده، ان هو كان السبب في ان احنا اتعرفنا على الدكتور هشام بمحض الصدفه. يعني بصراحه انا بعاني من مشكلتي دي تقريبا بقى لي حوالي 10 سنوات. ورحت لدكاتره كتير جدا، وللاسف كان هو التشخيص واحد، لكن الكل خايف او مش عارف يعني ممتنع ان هو يعمل العمليه، وده كان بيخليني كمان انا خايف ان انا اعمل العمليه. كنت المشكله عندي طبعا انقطاع في النفس اثناء النوم، ووصل معايا لحد الغيبوبه. في رمضان اللي فات حصلت لي موضوع الغيبوبه ده، وفعلا كان يعني اشبه ما يكون بالموت. فده كان السبب الرئيسي اللي خلاني فعلا يعني احاول ادور وابحث. انقطاع التنفس لدرجه انت فقدت فعلا معاي. فعلا يعني انا وصلت لمرحله بدات اشوف خيالات، يعني الموضوع استمر معايا فتره طويله. كان في رمضان الكلام ده بعد الفجر. يعني كان موضوع النوم بالنسبه لي حاجه رهيبه جدا. هو برضو يعني هسال برضو المدام، يعني مدام دعاء، لان هي اكتر هو كان صوت عالي في النوم. الصوت مش عالي اكتر من صوت الاختناق بيبقى صعب. يعني انا بصحى على صوت الاختناق. بيحصل اختناق فعلا؟ اختناق صوت صوت الخنقه بتصحيني يعني. عشان اقومه او هو خلاص اتخنق وقام. قام مفيش اي تنفس خالص. هو محدش يقدر يوصف الكلام ده اكتر من الزوجه. بالظبط. يعني لانه هي اللي جنبك. صحيح. لان انت حتى مش تقدر تعرفه، يعني ممكن او انت تقوم مخنوق وكل حاجه، بس انت مش عارف ايه اللي حصل. صحيح. صعب جدا. صوت الاختناق نفسه. صوت الاختناق صعب جدا. كانه واحد بالظبط بيموت، واحد بيطلع في الروح. ده يعني طول ال 15 سنه ما شاء الله جواز. لا من 10 سنين بدات القصه. من 10 سنين. بس طبعا الموضوع زاد يعني في الفتره الاخرانيه دي. بدا يزيد جدا. اخر سنتين دول يعني الموضوع ده كان بيحصل على فترات متباعده، اصبح يحصل بشكل دوري. طب انا عايز اسالك، بعد ما تصحى من النوم. نعم. اكيد انت حاسس الفرق بعد ما عملت عمليه. اكيد ازلت بيها المشاكل. هنعرف ايه نوع العمليه. نعم. اللي اتعملت لك.
ما بين ازاي بتعمل بقى في يومك في المدرسه مع الطلبه. تمام. هل كان في مشاكل صحيه تانية؟ كبيره جدا يعني. إيه بقى؟ طبعا اولا انا كنت انا مريض سكر. انت مريض سكر بقى 3 سنوات. انا كنت بفسر للاسف اعراض كتير جدا كانت بتحصل لي في الفتره اللي فاتت على السن هي من السكر. ولكن بعد ما عملت العمليه وجدت ان هي فعلا مش من السكر. لدرجه ان هي المفاجاه اللي حصلت لي فعلا ان انا من يومين بحلل سكر فقال لي انت ما عندكش سكر. فاستغربت قلت له انا مريض سكر. وهيتظبط. هو قال لي نزل يعني هو دلوقتي نزل يعني مع العلاج ما كانش بيوصل يعني النسب دي. بس مع العلاج دلوقتي هيتظبط. الحمد لله. بس ماشي على العلاج. ماشي على العلاج بس خفضت الجرعه. خفضت الجرعه. فطبعا انت خسيت؟ خسيت 10 كيلو. ايه اللي كان عامل سد في كل السد؟ الاستاذ محمد حقيقه من الحالات يعني انت عارف حضرتك انا كل حاله بجيبها ما بجيبهاش زي الثانيه. كل حاله مختلفه تماما. عشان كده النهارده هنقول الغيبوبه. الاستاذ محمد اولا ده مش شكل عيان شخير. كشكل ولا شرط وزنه نجم. كويس. وزنه كويس. مع ان قالوا له كتير جدا نقص وزنك 20 كيلو عشان الاختناق ده. لكن ال- ال- الشكل طبيعي جدا ومفيش شورت نك. الوزن معقول جدا 80 كيلو حاجه يعني ايديال. واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن الحقيقه لما بتكشف عليه وهو ده بقى المهم بنلاقي سده في انفه حاجز انفي ساده التنفس 90%. الحلق بتاعه حضرتك كان عيان يعني تقريبا اللوز سده زور. سقف الحلق قافل زور. تضخم في اللهاء فظيع. ليه حق؟ انا اول ما بفتح بق العيان الناس مش عارفه ايه هي اللهاء. اللهاء هي الجزء المتدلي من سقف الحلق لما بيفتح بقه في المرايه ونازل. الناس بتسميه للاسف تسميه خاطئه لسان المزمار. بالظبط. لكن انا بحب دايما يعني اللهاء ونحسن ونظبط من معلوماتنا الطبيه. فطبعا المنظر انا بشوفه ده على طول على طول رحت طالب منه على طول نعمل لك منظار وانت قاعد. عملت له منظار لقيت طبعا المجرى التنفس بتاعه لما بنشوفه مقفول تماما. طبعا مع الشكوى مع اللي انا شايفه قدام عينيا قلت له عمليه فورا. هو الحقيقه لم يتردد. قال لي انا تحب امتى؟ قلت له بكره بعد بكره. انا ما عنديش اي مشكله شويه نعمل تحليلات وفحوصات كل حاجه كانت جاهزه. الحقيقه اللي انا شفته من بعد العمليه من الاستاذ محمد انا ما بحبش اتكلم بعد العمليه. هو يقول لحضرتك شكل ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل بعد العمليه؟ والله هو تغير كم بصراحه في حياتي يعني اولهم طبعا ان انا بقيت اعرف انام. لا بالنسبه نسال برضه المدام صوت الشخير اختفى خلاص؟ الحمد لله اختفى؟ اختفى. مفيش شخير ولا حتى يعني كده؟ لا واحده ما بيختنقش بس بينام بعمق. كويس قوي الحمد لله. الكلمه دي مهمه. دي مهمه الكلمه دي تحتيها الاكسجين بقى بيدخل خلاص طبعا. وده طبعا يعني بدا ينطبع على حياتي نفسها يعني انا بصراحه ربنا كم المجهود اللي كنت ببذله الاول دلوقتي ببذل 10 اضعافه يعتبر الحمد لله بفضل الله يعني. ما هو الاكسجين بدا يدخل ماشي. سيب من المجهود احنا عارفين ان بيتحسن. نعم. المجهود بس قول لي حكايه الشخير بقى بقيت بتنام النفس نفسه اختلف طبعا. مفيش سد تنفسي. لا مفيش. لا ما بقاش مفيش ما حصلتش بعد العمليه خالص خالص يعني. عملت عملت عمليه من قد ايه؟ عملت تقريبا شهرين. شهرين شهرين اول 9. حسيت بعد ما عملت استعداد لحاجز الانفي ازاله اللوزتين اللهاء المتضخمه المسار ده كله اتظبط يعني حسيت بعديها ان انت اتحسنت؟ بعد اسبوعين تقريبا لما نزلت الشغل كنت الامر طبيعي الحمد لله وبمارس حياتي بشكل طبيعي. نورتونا وشرفتونا. نورتنا دكتور هشام وسعدنا بهذا اللقاء سعاده غامره. والحقيقه النهارده اضافت لنا اضافات كثيره جدا يعني لو قلنا 1 2 3 تقولها لنا النهارده الاضافات اللي احنا طلعنا بيها النهارده. الاضافات النهارده نقول ان انا اي عيان شخير اوعى تفتكر ان ده موضوع بسيط. شخير متحرك. اوعى دي بتاعتي يا باشا والله. اوعى تفتكر ان جسمك مش هيحاسبك. خلاص ما توعيش خلاص. الشخير متحرك بيبدا من شخير وسريعا جدا ممكن يؤدي الى غيبوبه. النهارده دوكيومنتد حاله عندنا بتقول ان انا دخلت في غيبوبه. طبعا دي مخيفه طبعا. اتنين الفضل ربنا العمليات بتنجح 100%. الأسرة بتتغير شكل حياتها. الشخص بيبقى بينتقل من حياة أو مش عايزين نقول حياة يعني بينتقل من حياة لحياة تاني خالص. أنا سعيد النهاردة أن الأستاذ محمد بالأسرة بالولاد ما بيحكوا لي قد إيه النهاردة هم بقوا مرتاحين نفسيا.
قد ايه هو بقى مرتاح والمدام بتاعته بقى مرتاح. لو تشوف حياتك وهي جايه، انا النهارده يعني انا عايز اقول ان 90% من حالات الشخير ما بيجيش لوحده، زوجته بتجيبه. النهارده زوجة الاستاذ محمد انا بقوله يعني انت يعني لك ان تفخر، ويعني يعني الفضل بعد ربنا ليها ان هي اللي جايباه وقالت له انت هتعمل عمليه الشخير، لان هي شافته بيموت قدام الزوجة المصريه الاصيله. بالظبط. نورتنا استاذ محمد، سعاده كبيره بزيارتك النهارده استاذ محمد اسماعيل، وطبعا زوجتك يعني الطيبه جدا الاستاذه دعاء حسن. نورتينا يا استاذ دعاء، ومشكرين على يعني الشهاده الطبيه المهمه جدا اللي سمعناها النهارده، لان لازم نسمع شهاده طبيه في حالات بتحكي التجربه، لان ده مهم جدا جدا. في انا في رايي انه الاعلام لا يستقيم الا بسماع هذه الشهادات. خليكم دايما مع الناس الحبيبه.